الوضع من كم يوم عرف دافعه من مقدار تقريبا ذاك يوم الرئيس قال لنا باجتماع تنميه المناطق جزاها الله خير نوريه سداني قاعد تجمعنا على اساس تنميه المناطق قال دافع انا 400 تقريبا 450 او شيء حق املاك الدوله. يعني شفت انت مبلغ هذا كبير هذا ما اقدر اوظفه انا حق تنميه منطقتي؟ اوظف هذا تنميه منطقتي واسوي يعني تخيل هذا فرضا هذا بس الاجل هذا المشروع دخلوه في التنميه مالت الدوله اللي هم 35 اللي هو الاسعار بس خل ناخذ اتصالنا معانا فيحان المنديل رئيس جمعيه العارضيه سابقا وتعاوني نشر حياك الله ابو احمد. نعم حياكم الله الله يرضى عليك حياك الله الساعه المباركه ساعتك ابرك انا طبعا احييك واحيي الحضور الموجودين كلهم وانا طبعا سعيد يعني اني انا اسمع واشوف اخوان زاملتهم واعرف وعلى ثقه كبيره انهم ناس لهم باع كبير في التعاون وانا على يقين دائما انهم ارائهم راح تصب في صالح الاخوان بالتعاون. مشاركتك ابو احمد انا صراحه ما ابي اطيل لان انا اعرف الضغط اللي عليكم لكن ودي اقول ان دائما احنا كتعاونين سابقين او التعاونين الموجودين حاضرين دائما يتمنون الاستغلاليه في عملهم وبنفس الوقت هناك من يضع اللوم على اعضاء الجمعيات دائما في 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 ما يحصل في الجمعيات فاحنا خلينا نوفي بين الاثنين الشؤون يشتكون من عمل التعاون او الجمعيات وبنفس الوقت التعاونين يشتكون من ضغط الشؤون وعدم اعطائهم الصلاحيات، لذلك انا اؤيد القانون التعاون الجديد بشرط ان يعطي المزيد من الصلاحيات اذا كان ما في هذا الامر. ثاني شيء تغليظ العقوبه على في حال اي مشكله مجلس الاداره قصدك؟ اي طبعا اي لازم اعضاء مجلس الاداره لازم يحس يعني احنا نقول دائما الشر يعم والخير يخص. الناس في الكويت خذت فكره كبيره بان اي مشكله في الجمعيه هم سببها اعضاء الجمعيه وتناسوا ان في وزاره شؤون قاعده تدير العمليه التعاونيه وبنفس الوقت تناسوا ان هؤلاء الاعضاء يعني يمشون طبعا وانت عارف اخوي بداح والاخوان عارفين إن ما يملك رئيس جمعية في مخاطبة أي وزارات دولة ولا يملك رئيس جمعية بأن إن إن يعطل ميزانيته أو أن يأخر ميزانيته هو السبب الأخوان في الشؤون. لذلك أنا أتمنى أن الأخوان يحطون إيدهم بإيد الأخوان في الشؤون يحطون إيدينهم بإيد التعاونين ويوافقون على بعض البنود اللي تعطي صلاحية أكثر للتعاونين وبنفس الوقت الأخوان اللي بمجالس الإدارات ما يعطلون قانون التعاون لان التشديد في العقوبه ترى من صالح المساهمين وهذا الامر ما يختلف عليه اي رئيس جمعيه نزيه او اي اعضاء نزيهين، لذلك انا اقول اتمنى ان مثل ما اجتمعتوا هالجمعيه الحلوه هذه ان توصلوا الرساله للشؤون ان دائما التعاونين حريصين على اموال المساهمين لكن بشرط اعطونا صلاحيه خلونا على الاقل نقدر نجتهد في عملنا. واضحه فكرتك يا ابو احمد الله يرضى عليك مشكور على اتصالك يا ابو احمد الله يطول عمرك اخوي ابو احمد في حال منديل قال كلمه حلوه يعني حتى انا كنت مسجلها وذكرني فيها يعني كتب مخاطبات دور المستنديه الاوراق الجمعيات اللي تاخذها يعني انا رئيس جمعيه عندي طموح انشاء شيء ست اشهر تاخذ دوران يا ريت بين المرافق الحكوميه على ما ترد انا يعني قلصته خلني شوي حلو ما ينحط بالقانون؟ انا قلت لك العلاقه اللي بين الشؤون والتعاون انا قلت لك خل الامور كلها بيد الاتحاد. الاتحاد فيه كفاءات وفي شباب من الجمعيات ممكن يدرسون كل الامور هذه. يقعدون مع بعض جمعيه العارضيه تقدم طلب، جمعيه اليرموك، جمعيه النزهه، جمعيه خيطان، جمعية ويدرسون كل الطلبات، طلبات اراضي، طلبات انا اقول لك احنا من ذاك الايام كنا نبي نطلب 250 متر او 300 متر 250 متر لفروع التموين مو زادوا عليهم الضغط. نعم عطني جمعيه عطوها ارض حق فرع تموين ماكو شيء. الحين دازل لنا كتاب يقول نقل 500 متر خالد عندنا فرع لوازن العائله الله يجزاهم خير الشباب صار لهم سنه ونص من قبل انا ادش من الاداره وهم يشتغلون بالاوراق المستنديه او الدوره المستنديه بالوزارات. الحين توهم خلصوا الدبوس تبي اقول تخيل سنه ونص كم مساحته؟ يعني تو 250 متر الدبوس كم 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 جهه حكوميه عندي بالكويت؟ كم وزاره؟ وايد 16 عندي ايه. عشان اسوي لي مواقف سيارات اخذ موافقه 29 جهه حكوميه لازم هذه لجنه المرافق احنا 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 هذه الحكومه الالكترونيه اللي قال عنها هذه خالد احنا اللي قاله اخونا الكبير ابو احمد على موضوع الاتحاد ان تعطي الصلاحيات الكامله
تامه الجمعيات. انا اقتراح ممتاز امانه، إن اقتراح ممتاز يعني من عملاق في التعاونيات. الله يجزيك هنا ابو احمد. ف يعني انا اعطيتك مثال، احنا عندنا باليرموك، احنا صار لهم الشباب مساكين يعني، صار لهم من الرئيس السابق اخوي بدر عناز، بس ما شاء الله صار له سنه ونص وهو يراكض بالاوراق. انت لما كنت برا يمكن تقول ليش مأخرين الجمعيه، وانا اقول ليش مأخرين. اي والله اخواننا في الكنترول قاعد يقولون لي، يقول اتصالات كثيره من اخواننا التعاونيين يقول حابين يشاركونكم هذه الملتقى الطيب. واحب ارحب في ضيفنا عبر الهاتف عضو جمعيه الرقه عبد الهادي الحويله، حياك الله بشمهندس. يا مرحبا، حياك الله اخوي مفتاح، ومسي على الموجودين عندك. جزاك الله خير، حياك الله. مشاركتك طبعا انا اعتذر لان ما تابعت البرنامج، ولكن لو تعطيني بس نبدأ عنه على اساس ادخل واشارك الشباب الموجودين. تفضل. الموضوع بس هو عن قانون التعاون. ما ادري انت شلون شاركت يا بشمهندس. زين تقول هو متابع اولا، لان سمعت الحديث عن اتحاد الجمعيات وعن بعض الامور. احنا قاعد نتكلم عن قانون التعاون. قانون التعاون اولا، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لقانون التعاون الحالي الموجود اللي صدر سنه 79، هذا يعتبر قانون قديم واكل عليه الدهر وشرب، فيجب تطوير هذا القانون ولما فيه مصلحه وتطور وازدهار العمل التعاوني في الكويت. قانون التعاون حقيقه صار لنا اكثر من سنتين ونحن ندرس هذا القانون، واجتمعنا في الاتحاد وعملنا واخذنا جولات وصولات في هذا القانون، ولكن اللجنه الصحيه في مجلس الامه حقيقه لم تكن متعاونه مع التعاونيين في ذلك. فحقيقه نحن كتعاونيين لقينا سدود حقيقه مسكره من قبل بالاخص رولا دشتي رئيس اللجنه الصحيه. لا كل الاحترام، ايه رولا يعني عدد مكمل لاعضاء مجلس الامه، مجلس الامه هو سيد قراراته مو اللجنه سيدة قراراتها، للتوضيح يا بشمهندس. معلش معلش معلش، نحن نتفق مع اللجنه الصحيه في تقليل العقوبات. نعم. ما عندنا اي مشكله في ذلك. على عجاله، ما عاد عندي وقت بشمهندس بسرعه. على عجاله بالنسبه لتقليل العقوبات ما عندنا اي مشكله فيه، بالنسبه للسن الترشح ما عندنا اي مشكله فيه، بالنسبه لموضوع الشهادات انا ما عندي مشكله فيه، ولكن في جزئيه معينه تحفظ فيه. بالنسبه لقانون الانتخاب والتصويت وهذا الاهم حقيقه، قانون الانتخاب والتصويت يجب ان يكون محكم ويجب ان يؤخذ براي الاغلبيه، راي الاغلبيه واجب ومتطلب للمجتمع. ما في دستور في العالم ولا في قانون في العالم الا ما ياخذ براي الاغلبيه، حتى في امريكا تؤخذ براي الاغلبيه. فلماذا تهميش وتحجيب دور الاغلبيه؟ الاغلبيه لهم دور ورايهم لازم يحكم ورايهم لازم يؤخذ فيه بعين الاعتبار. فئه من المجتمع تمثل أغلبية فبالتالي لها حق ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الأقلية ليس لها دور. نعم الأقلية يجب أن يكون لها دور، ولكن لا يهمش دور الأغلبية. الأغلبية بناء على الدستور هو مزيد من. واضحة فكرتك بشمهندس، واضحة واضحة الفكرة. مشكور بشمهندس على مشاركتك. يعطيك العافية. على كلمة أخيرة. يعطيك العافية بشمهندس. والله يعني أمانة أنا ودي أن الإخوان في اللجنة الصحية علامة سمو مناشدتك كلمتك مناشدتي لهم طبعا. انا مناشدتي لهم يعني، انا اتمنى منهم ان ياخذون في قرار او جزء من اللي سووا فيه اللي سووه الشباب في لجنه الاتحاد، يعني ياخذون منه جزء. انا اللي اشوفه قدامي هذا القانون مال اللجنه الصحيه ترى ما اخذوا منه ولا شيء، ما اخذوا منه ولا شيء. انا اتمنى ان ياخذون فيه، لو مساله العمر لا نهمش دور الشباب يا اخوان، انا لا نهمش دور الشباب، بس هاي مناشدتي لو مسألة العمر ومسألة التصويت. أنا والله أشوف أن الشباب في التعاونيات وفي الاتحاد أنجزوا حقيقة مشروع قانون طيب، ما في أي مشكلة. والعمر مثل ما تفضل الأخ الدبوس، أنا وجهة نظري أن احنا وصلنا إلى هذا المستوى من التعاونيات بعمر 21. نعم. إذا بيزيدون إلى 25 هذا موضوع ثاني، لكن أنا ودي أرجع وخالد معلش بسرعة إلى كلامك أول الحلقة عن الأسعار وعن حماية المستهلك. نعم. تمام؟ حقيقة الأسعار أكو قانون في التجارة اللي هو قانون 10/79 يعطي الحق لوزارة التجارة بأنها تشوف أوراق التاجر وتشوف في كتاب عندي من التجارة يقول لا يحق لنا زيادة أي سلعة. إحنا كنا في اللجنة مع معالي الوزير معالي الأخ أحمد باقر لما كان وزير التجارة واجتمعنا اجتماعين، هذا قانون 10/79 يدشون حتى المخازن المحتكرة ويبيعونها ويعطونها حقه.
هذه واحدة. ثانيا حماية المستهلك، أنا أعتقد ما أدري إذا كانوا أقروا حماية جمعية حماية المستهلك ولا لا، بس الكويت اللي ما فيها، بس الكويت اللي ما فيها جمعية حقوق المستهلك، حماية المستهلك. بناي أبو خالد، إحنا يمكن تعاوننا مع أخواننا رؤساء مجالس إدارات وأعضاء مجالس إدارات في الاتحاد وعدينا قانون لتعديل القانون 79. ترى القانون اللي تم عرضه علينا من مجلس الأمة ترى ما له شغل بالقانون 79 24 79. ترى احنا جبنا القانون وزدنا اصلا سحبنا شغلات ما كانوا يعني كانوا بس ما خذوا فيه، هذه المشكله ما خذوا فيه باي شيء، بس احنا كنا نظرنا نظره شامله مو حق ال 14 و 15 ماده اللي هم يبون نناقشها. فهذا جهد المفروض انهم ما يتجاهلونه طبعا. المفروض اقل ما فيه انه يقعدون ويانا ولا اخواننا، انا ناشد اخواننا اعضاء مجلس الامه ان يرفضون القانون المقدم اذا ما تم الاخذ بمقترحاتنا او على الاقل يقعدون ويانا. صح كلام مجدلي. والله اتمنى احنا من اعضاء مجلس الاداره اللي وعدونا ان شاء الله حق الطرح لما هذا انه ياخذون. في ناس قالت يعني من الاعضاء انه راح يتبنون اقتراحنا بالقانون وانه راح يتم تصويت عليه، لان احنا حطينا ما حطينا يعني اللجنه مع احترامي لها مو كلها، عرفت؟ انا اقول في ناس موجودين يعني مصر على رايها، احنا اصحاب اختصاص، احنا اصحاب معاند يعني عندهم اعضاء مجلس ما ادري انا ما اقدر ادش باختصاص انا كشخص، عرفت؟ مو فاهم، ما اقدر ادش على باختصاص واحد اعلامي ولا دكتور اقول له والله انت شغلك غلط. احنا لما رديتونا حقنا التعاونيين الحمد لله بالاجماع، حتى على كلامك اول ما حطيت انه في جزء كبير انه ما حضروا، بالعكس انا اتصلت عليهم بالتليفون، في عندهم اعذار ما بحبيت اني اقولها انه ما راح يحضرون، عرفت؟ بس لحد الان كلهم ايدوني على الموضوع هذا. في جمعيات رحت لهم جمعياتهم وقعوا لي على ورقه انه اتمنى انه يطبق هذا القانون، ما بيقتل قانون التعاون في الكويت، ما بيقتل، يقتل بالعكس. انا يمكن انا سنه واحده وما بس كلمه اخيره، كلمه اخيره بس اساس بما معناه ان اساس قانون لا يقتل. انا بنعطي احصائيات، حجم مبيعات القطاع التعاوني حوالي 75% من حجم تجارة التجزئة بالكويت، هذه نقطة. النقطة الثانية، يبلغ عدد العاملين في القطاع التعاوني المستفيدين 13,000 موظف، ويستفيد من خدمات القطاع التعاوني الكويتيين أكثر من 350,000 مواطن. فيا أخوان القانون التعاوني مو هين بهالصهورة، بهالسهولة يعني نخلصه. فيا ريت لو أنه يعني يقعدون مع اللجنة. بس أنا أشكركم على حضوركم، حياك الله، يعطيكم العافية. أشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة معنا. احنا سلطنا الضوء على دور الحركة التعاونية، نبي في المستقبل ان شاء الله نشوف اسعار في متناول الايدين، نبي نشوف خدمات. هالقانون هذا اذا خدم وطبق في الاتجاه الصحيح راح يخدم جميع اهالي وسكان منطقة الكويت بوجه عام والمقيمين، يفيد بلدنا. الحركة التعاونية نفس ما قلت في السابق نفتخر فيها في وجودها عندنا هني. اتمنى من اخواننا التعاونيين يكونون ايد واحدة، ما في جهة قاعد تشتغل وجهة قاعدة تطالع هناك. نفس ما تكلمت في أول بداية الحلقة إن اجتماعاتهم ما في حضور، مو مجتهدين. إذا أنت يا صاحب الشأن مو مهتم في الشغلة تبي أعضاء مجلس الأمة يهتمون فيها، ما أعتقد. فأنا أطالبكم أخواني وأناشدكم عبر برنامجنا تجتمعون مع بعض، تلتقون مع بعض تحت قبة اتحاد الجمعيات اللي هو بيت التعاونية بوجه عام، تكونون إيد واحدة ورأي واحد وكلمة واحدة. ثق تماما ان شاء الله اخواننا اعضاء مجلس الامه والجهه التشريعيه مجلس الوزراء راح يسمعون لكم اذا صوتكم واضح، بس اذا كانوا كل واحد جهه للاسف ما راح احد يسمعكم. احب اذكركم مشاهدينا الكرام اللي يحب يتابع الحلقه غدا ان شاء الله الساعه 12 وربع الظهر يشوفها، كذلك الاعاده الثانيه يوم الاربعاء كنا ملحيين الساعه 11 صباحا. اشكر مصورينا اللي خلف هالشاشات اللي طلعونا بصوره حلوه، اشكر معدنا النشط جابر المرد، أشكر مخرجنا الرائع فواز الدوخي. هذا أنا أخوكم إبداع السهلي، أترككم في حفظ الله ورعايته.